السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى استعراض لأهم ما كتبته الصحف لهذا اليوم. والبداية من صحيفة الشرق، حيث كتب خالد هنداوي مقالا تحت عنوان المجتمع الدولي والإغاثة في سوريا. قال فيه: عندما كان الأديب العبقري مصطفى لطفي المنفلوطي يقول: إن في زماننا أناسا يموتون من التخمة وأناسا آخرين يموتون من الجوع، كان محقا. وحين ننظر اليوم بعين البصيرة قبل البصر أثر العاصفة الثلجية المسماة إليكسا، والتي أكدت حدوثها المراصد الفلكية المختصة، مما يستدعي اللوم المباشر على العالم: لماذا لم يعد لها عدتها لإنقاذ من يدعون صون حقوقهم والتعامل مع الواقع علميا بدافع المنطق والعقل؟ فإننا نحس تماما بقتامة المشهد في التعاطي مع أرواح البشر، وخصوصا في سوريا وغزة، حيث يتجمد الأطفال في الأولى ويغرقون في الثانية، وترتقي أرواحهم إلى ربهم، ليس من القتل والحرق والجوع والقصف والكيماوي فحسب، بل من البرد القارس دون حماية ممن يتشدقون بالشعارات ليس إلا، ويبرهنون بشكل واضح بل فاضح أنهم ليسوا من أصحاب العقول ولا القلوب الكبيرة، وأن هذا المجتمع الدولي الذي يسمونه كبيراً إنما هو في حجمه كذلك، ولكنه في حقيقته وكنهه صغير جداً، ليس فيه ميزان عادل، لأنه لا زال يفتقد إلى العقل والفضل الذين هما مقياسان مهمان لسعادة أو شقاء البشر. هل أخذ الضوء الأخضر بعد أن سلم بعض الكيماوي يصل إلى هذا الحد بالاتفاق مع روسيا المتوحشة وإيران المتشفية، وهي لا تخجل أن تسمي نفسها جمهورية إسلامية، وخصوصا بعض هذه المجازر والمذابح التي يعتبرها رئيس الحرس الثوري مما يقدم لنظام القتل ميدانيا؟ ولذا فإن إيران ليست قلقة على سقوطه، بل ويزيد: إننا سوف نستمر بالدعم ما وسعنا ذلك وبكل ما هو مناسب. وهكذا، فلا تطلب ممن يتلهف أن يشرب من دمك ألا يكون ضدك إنسانياً لا مذهبياً فقط، وقل ما شئت بلا حرج عن دواعي التأييد الروسي الظالم، فإن الطيور على أشكالها تقع، ولا يمكن للخبيث أن يكون طيباً فيصير له اسمان. فمثل كل هؤلاء، مثلاً كل هؤلاء ليسوا من ذوي القلوب الكبيرة التي توجه السلوك إلى الفضائل في الحياة، ولذا فإن الصراع لا يزال مستمراً بين العقل والقلب، سعادة وشقاء. وبالانتقال إلى جريدة عنب بلدي التي نشرت مقالاً تحت عنوان طائفية الغرب، قالت فيه: منذ بداية الثورة السورية تنادي الدول الغربية بحقوق الأقليات وتحذر من التعدي عليهم، وكأن الشعب السوري قد شرب الطائفية مسبقاً ويتربص أقرب فرصة ليكشر عن أنيابه. حري بالغرب أن يطالب الأسد بوقف القصف على أديرة معلول المقدسة، لا أن يتهجم على كتائب المعارضة التي قامت بواجبها تجاه جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي السوري، حين أكرمت الراهبات وأمنت لهن الحماية بنقلهن من دير مارتقلى إلى مكان بعيد عن قذائف الأسد. ولما لا تدين هذه الدول على نفس الوتيرة المجازر البشعة التي ترتكب اليوم بحق نساء وأطفال النبك على يد مقاتلين عراقيين بنفس طائفي صرف يتباهى فاعلها بطائفيتهم فوق جثث المذبوحين والمحروقين؟ كما أن دمشق التي احتضنت المسلمين والمسيحيين واليهود ترفع فيها اليوم وبالخط العريض شعارات طائفية تطالب بالانتقام والثأر، وتصرح بمشروع مذهبي جديد في المنطقة في الوقت الذي يتقارب فيه الغرب مع ملالي طهران. أصحاب هذا المشروع، ألا يكفي 1500 مسجد مدمر لكي تصرخ الدول الغربية بأعلى صوتها أن أوقفوا التطهير الطائفي الممنهج؟ ثم إن معتقلات الأسد تمتلئ ومنذ سنتين بالآلاف من رموز الدين. لم نسمع يوماً وزراء الغرب يخصونهم بالذكر فضلاً عن المطالبة بهم. سياسة الكيل بمكيالين لدى الغرب ترسخ مبادئ الطائفية عند الشعب السوري،
وتولد عنده شعورا بالظلم والتعتيم الإعلامي يضيفه إلى تخلي العالم عنه عسكريا وإغاثيا، لتدق بذلك مسمارا في نحش النسيج السوري. مشاهدينا الكرام، كتب فايز سارة مقالا في صحيفة الشرق الأوسط تحت عنوان تطرف النظام وتطرف الجهاديين، قال فيه: قلة قليلة في العالم الذين لا يعترفون بأن نظام الأسد هو نظام متطرف، بل إن هذه القلة القليلة تسوق مبررات لا تخلو من أكاذيب وادعاءات في سياق رفضها حقيقة تطرف النظام في مواقفه وسياساته، كالقول إنه يواجه مؤامرة خارجية، أو إنه يصارع عصابات ومتطرفين وراغبين في الاستيلاء على السلطة، وأنه يسعى للحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها، وغيرها من ادعاءات أثبت تطورات الأعوام الثلاثة الماضية كذبها وزيفها. ومؤشرات تطرف النظام أكثر من أن يجري حصرها، ولعل أبرزها طبيعة النظام، إذ هو نظام استبدادي متشدد يستأثر بالسلطة وينفرد بها، ويقوم على منظومة حكم تعتمد الحاكم الفرد بصلاحياته شبه المطلقة، ويمدها إلى دائرة أوسع قليلا لتشمل العائلة من الأخ إلى أولاد الأعمام والخال وابن الخال ثم أبناء العمة، قبل أن تصل المنظومة إلى إطار سياسي أمني ممثلا بالحزب الحاكم وعدد محدود من قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين إن كانوا يمسكون مفاصل النظام فإنهم ليسوا مقررين فيه، إنما هم مجرد أدوات ليس إلا. ومن مؤشرات تطرف النظام علاقاته الخارجية مع متطرفين فيهم دول وجماعات، وأبرز علاقاته مع نظام المافيا الروسية ونظام الملالي في إيران ونظام العراق الذي يقوده نوري المالكي. لقد تبدى تطرف نظام الأسد بممارسته أوسع عمليات عنف ضد ثورة السوريين الذين طالبوا بالحرية والكرامة ورفض إجراء أي حوار سياسي ومعالجة سياسية للأزمة، وأطلق آلته الأمنية العسكرية ضدهم. وختم سارة بالقول: لقد صار السوريون وسط نارين، أولهما تطرف نظام الأسد والثانية تطرف الجهاديين، ولئن استغل الأول كذبا الفكرة القومية متجاوزا كل إيجابياتها فإن الآخر سعى للتخفي وراء الإسلام المعروف بسماحته وتسامحه ووسطيته في التعامل مع الإنسان والحياة، واشترك الاثنان متشابهين ومتماثلين في تدمير الإنسان وحياته انطلاقا من تبنيهما التطرف في الفكرة والأدوات والممارسة، الأمر الذي يجعلهما في مكانة واحدة ويتطلب حشدا موحدا للتخلص منهما معا. وبالانتقال إلى صحيفة المستقبل اللبنانية التي نشرت مقالا تحت عنوان مفاضلة أخلاقية بين كوريا الشمالية والنظام السوري، قالت فيه: يجمع نظام بيونغ يانغ بنظام آخر يستثمر في انتهاء صلاحيته التاريخية النظام البعثي في سوريا، هذا مع فارق أساسي هو أن النظام الشيوعي الكوري أسست له حركة تحرر وطني كفاحية حقيقية، في حين أن النظام البعثي تأسس بالانقلاب العسكري المعزول عن المجتمع ومن ثم تدرج باتجاه المناخ الأقلوي الذي طبعه. وإذا ما أردنا أن نلعب مع الممانعين لطرحنا السؤال: من الأكثر وطنية وتقدمية ومستقبلية، النظام في كوريا الشمالية أو النظام في سوريا؟ النظام في كوريا الشمالية هو نظام قائم على قاعدة صناعية مسخرة للأغراض العسكرية بشكل يضر باقتصاديات البلد بشكل حاد، وهو نظام ينظم مجاعته. أما النظام في سوريا فهو نظام فاشل بشكل مضاعف، لا هو فالح في الصناعة ولا في الزراعة، هو بالأحرى نظام تنظيم الهجرة الريفية إلى المدن وضواحيها في العقود الماضية، بما أدى إلى ضرب تراث المدن السورية وتدمير البنى الريفية في وقت واحد. النظام في كوريا الشمالية هو نظام الصفوة، الشيوعيون يأكلون أكثر من سواهم
وجيلا بعد جيل صارت المسألة أشبه باصطفاء عرقي. التلامذة المتفوقون في الرياضة البدنية أو في الرياضيات يفصلون عمن سواهم وينضمون إلى معاهد للنخبة، هكذا يجدد النظام نفسه. الاصطفاء العرقي بين الشيوعيين وغير الشيوعيين، وتحسين النسل الشيوعي بالمتفوقين حيثما وجدوا. النظام في سوريا هو نظام الصفوة الأقلية الفئوية، استند منذ السبعينات إلى تحالف بين عصبة من الضباط العلويين وبين عدد من العائلات البرجوازية الدمشقية تحت قيادة العسكري طبعا، والعسكري الفئوي تحت قيادة عائلة آل الأسد. لكن النظام كان يحرص قبل انفجار الصراع بينه وبين المجتمع السوري في نسيجه الأكثري على قمع كل منح للتذكير بأقلويته. أما اليوم فهو يفاخر بها ويأتي لأجل نجدتها بالمرتزقة من لبنان والعراق، ومع الحرب الراهنة صار نظاما اصطفائيا بامتياز يفرز بين السوريين شعبا يريده وشعبا لا يتردد بقصفه بالكيماوي، مراهنا على ازدهار انفعالي لمنطق شبيه في المناطق التي خرجت عن سيطرته. وبالانتقال إلى صحيفة ساندي تايمز التي نشرت تقريرا عن نجاح الرئيس السوري بشار الأسد وأعوانه بالوصول إلى أموال جمدها الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتمويل الحرب بفضل ثغرات في القوانين الأوروبية. يعتقد مسؤولون بريطانيون أن الأموال استخدمت لتمويل قيادة الأسد وشراء مواد غذائية للجيش بدلا من المواطنين الجائعين، وتسمح قوانين الاتحاد الأوروبية بالإفراج عن الأموال الحكومية السورية التي جمدت بعد اندلاع النزاع في سوريا من أجل شراء مواد إغاثية للمواطنين. وتفيد التقارير بأن فرنسا كانت من أبرز من ساعدوا في الإفراج عن تلك الأموال المجمدة حسب الصحيفة. وتقول الصحيفة إن بريطانيا نجحت في إغلاق الثغرات بعد أن علمت أن رجال أعمال سوريين يستغلونها لملء جيوبهم وتمويل النظام. وقال ويليام هيغ وزير الخارجية البريطاني الذي اتهم الرئيس السوري باستخدام الغذاء كسلاح حربي، إن مئات الملايين من اليورويات لم تعد في متناول النظام السوري الآن. وقد تلقى مسؤولون بريطانيون هذه السنة طلبات من شركات عاملة في سوريا وأوروبا بالإفراج عن مبالغ لتمويل صفقات لشراء القمح والمواد الغذائية، ولكن بعد فحص تلك الطلبات رفضت جميعها. صحيفة يني شفق التركية نشرت خبراً عن إلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك إلى دول الاتحاد الأوروبي. جاء فيه اعتبرت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالميستروم فترة الثلاث سنوات ونصف التي أعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود أغلو أنه يتوقع أن يتم في نهايتها إعفاء مواطني بلاده من دخول الاتحاد الأوروبي فترة واقعية. وقالت مالميستروم في بروكسل عشية الحفل الذي سيقام اليوم في أنقرة لمنح إشارة البدء لمفاوضات إلغاء تأشيرة دخول الأتراك للاتحاد الأوروبي والتوقيع على اتفاقية إعادة قبول المهاجرين. وأشارت مالميستروم إلى أن تركيا طلبت إلغاء التأشيرة مباشرة ولم تطلب أولا تسهيل حصول مواطنيها على تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي كما فعلت الدول الأخرى، وهو ما يجعل الوضع مختلفا، إلا أنها أكدت أنه لا يوجد ما يمنع من تقديم الاتحاد الأوروبي تسهيلات للمواطنين الأتراك للحصول على تأشيرة دخول الاتحاد خلال الفترة التي تسبق إلغاء التأشيرة. ولفتت مالميستروم إلى أن التصويت على إلغاء التأشيرة سيكون بالأغلبية وليس بالإجماع، وبالتالي ليس من الضروري الحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء. وحول اتفاقية إعادة المهاجرين غير الشرعيين التي تقضي بإعادة المهاجرين من مواطني الدول الأخرى الذين يدخلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا بشكل غير شرعي بإعادتهم إلى تركيا، قالت مالميستروم أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات، وأنها تشمل المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحق لهم الحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي حيث ستتم إعادتهم إلى تركيا لحين إرسالهم إلى دولة ثالثة.
وأكدت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إن اتفاقية إعادة المهاجرين وإجراء إلغاء تأشيرة دخول الاتحاد الأوروبي للمواطنين الأتراك سيسهمان في تدعيم العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معبرة عن تشوقها للذهاب لأنقرة من أجل إتمام الإجراءات التي من شأنها أن تظهر بشكل واضح جدية الاتحاد الأوروبي في التقارب مع تركيا. وبالانتقال إلى موقع هابر لار الإلكتروني الذي نشر تصريحات للأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية، جاء فيها: انتقد مدير المخابرات السعودية السابق الأمير تركي الفيصل موقف واشنطن ولندن بتعليق مساعداتهما غير القتالية لمقاتلي المعارضة السورية، محذرا من أن النزاع سيستمر في سوريا بسبب نقص الدعم الغربي لهم، وأكد أن الحل هو بسقوط الأسد. وأضاف الأمير: أنا معارض الرئيس السوري بشار الأسد يواجهنا وضعا صعبا منذ بداية الصراع السوري لأن الولايات المتحدة وبريطانيا رفضتا مساعدتهم. وحذر الأمير السعودي من أن النزاع والمجازر في سوريا ستستمر بسبب نقص الدعم الغربي لمسلحي المعارضة، منتقدا خصوصا موقف واشنطن ولندن حيال مقاتلي الجيش السوري الحر. وقال الأمير تركي لرويترز على هامش مؤتمر السياسة العالمي في موناكو: الأمر الأكثر ضرراً هو أنه منذ بداية هذا الصراع ومنذ ظهور الجيش السوري الحر كرد على إفلات الأسد من العقاب، لم يلبي البريطانيون والأمريكيون النداء ولم يقدموا المساعدة الضرورية للجيش السوري الحر ليدافع عن نفسه. وأضاف الفيصل: هناك وضع يملك فيه طرف الأسلحة كما هو الحال بالنسبة لنظام الأسد مع دبابات وصواريخ، والطرف الآخر يصرخ طالبا الحصول على أسلحة دفاعية في مواجهة هذه الأسلحة الفتاكة التي يملكها الأسد. هذا وقد أحجمت الدول الغربية عن تقديم أسلحة ثقيلة مثل راجمات الصواريخ المضادة للدبابات خشية احتمال وصولها إلى جهة خطأ. وقال الأمير تركي أنه يرى أن النجاح في وقف هذا الصراع هو إنهاء نظام الأسد. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.